70% انطلق الاوكازيون الصيفي ل 2023. عشان كده احنا النهارده معاكم في وسط البلد بنشوف راي الناس في الاسعار وراي البائعين. هنعرف تفاصيل اكتر عن الاسعار من خلال التقرير اللي جاي، خليكم معانا. الاوكازيون بيخلي السوق يتحرك شويه عشان الناس بتنزل على كلمه اوكازيون، الناس بتنزل عشان التخفيضات، كل واحد بينزل يجيب، اللي بيشيل لعيله جزمه، اللي بيشيل قميص، اللي بيجيب بنطلون، اللي بيجيب، كله بيجيب وبيشيل في فتره الاوكازيون. نسبه التخفيضات السنه دي من 50 ل 70% تخفيضات، وفي اقبال اكتر علشان التخفيضات، عشان الاول كانت سعر اعلى من كده. عندي فيها عروض 50% مثلا على 5 قطع، تبقى شامله قمصان، بناطيل، تيشيرتات، نص كم او كم على القمصان. في عندي عرض تاني 30% على 4 قطع قمصان وتيشيرتات. الاوكازيون بيبقى موجود بيسهل معانا البيع. نازل اشتري الولاد، فمستني نشوف الاسعار، حتى مستنى السيل في اخر الصيف يبقى الاسعار كويسه، السيل كويس في المحلات. كلنا بنستني الاوكازيون دوت في كل حاجه، وكلنا مستنيين، الشعب المصري كله مستني في حاجات حلوه، مثلا حاجات البيت، الهدوم. الاسعار طول السنه بتبقى غاليه جدا، بس بيبقى فيه يعني بعض الفترات بيبقى فيه اوكازيون كده على الاسعار، فبصراحه احنا بنستغل ده وبنيجي. يعني اسعاره كويسه وكلنا بنستناهم على طول في التخفيضات والاسعار، وبنستناه في حاجات كتير قوي في زي اللبس والحاجات كتير جدا، والاوكازيون عموما اسعاره حلوه. الاسعار ممتازه والتخفيضات جيدة، ويتعاملون بشكل ممتاز مع الزبائن يعني المحلات.